نرحب بكم أعزائنا المشاهدين عبر فضائية نورسات وتلفزيون تيلي لومير. وبداية يسر مكتب فضائية نورسات الأردن ممثلا بمديرته الإقليمية الدكتورة باسم السمعان وفريق العمل أن يتقدم من جميع العائلات المسيحية والكنسية ورعاياهم في المملكة الأردنية الهاشمية والعالم أجمع بخالص التهنئة وصادق المحبة بمناسبة عيد الفصح المجيد، راجين أن يعاد على الجميع بالخير والبركة وأن يسود الأرض المقدسة والعالم أجمع الأمن والسلام. والبداية مع العناوين. جلالة الملك يؤكد للبابا فرانسيس حرص الأردن على الحفاظ على الأماكن الدينية المسيحية ورعايتها. الكاردينال باتسابالا: ما يحدث في الأرض المقدسة هو مأساة غير مسبوقة. وسط أجواء إيمانية وخشوعية، مسيحيو المملكة يحتفلون بعيد الفصح المجيد. الأردن يستقبل النور المقدس لنقله إلى كنائس العالم. وفيها أيضاً نور القيامة في حلقة من برنامج صباحكم نور. أهلاً بكم. أكد جلالة الملك عبد الله الثاني خلال لقائه قداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان حرص الأردن على الحفاظ على الأماكن الدينية المسيحية ورعايتها، خاصة موقع عماد السيد المسيح المغطس. كما أكد جلالته خلال اللقاء الذي عقد في القصر الرسولي بالفاتيكان بحضور سمو الأمير غازي بن محمد كبير مستشاري جلالة الملك للشؤون الدينية والثقافية، استمرار الأردن بدوره الديني والتاريخي في حماية ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس انطلاقا من الوصاية الهاشمية عليها. وشدد جلالته خلال اللقاء على ضرورة وقف هجمات المستوطنين المتصاعدة ضد الفلسطينيين في القدس وفي قرى ومدن الضفة الغربية، محذراً من عواقب استمرار الانتهاكات الإسرائيلية على المقدسات في القدس. وتناول اللقاء التطورات الخطيرة في غزة، إذ نبه جلالته إلى أن الكارثة الإنسانية في القطاع تتطلب تحركاً فورياً لوقفها والتوصل لوقف دائماً لإطلاق النار، مع ضمان إيصال المساعدات الإغاثية بكميات كافية وبجميع السبل الممكنة دون اعتراض أو تأخير والتوصل لوقف دائم لإطلاق النار مع ضمان إيصال المساعدات الإغاثية بكميات كافية وبجميع السبل الممكنة دون اعتراض أو تأخير. أطلق غبطة الكاردينال بير باتيستا باتسابالا بطريرك القدس للاتين صرخة ألم ونداء للسلام في مواجهة الوضع المأساوي الذي يمزق الأرض المقدسة، لافتاً إلى أن ما يحدث على أرض الواقع هو مأساة غير مسبوقة لخطورة السياق العسكري والسياسي الذي يزداد سوءاً يوماً بعد يوم، يضاف إلى ذلك تدهور السياق الديني والاجتماعي بشكل محبط. جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها غبطته في الجامعة الحبرية بروما، أكد فيها على ضرورة السعي نحو السلام في الأرض المقدسة بالاستناد إلى ركيزتين أساسيتين من الإنجيل، وهما النظر إلى وجه الله والنظر إلى الوجه الآخر. وحذر الكاردينال باتسابالا الكنيسة وكافة الفاعلين في المجال الرعوي من الخضوع لإغراء ملء الفراغ الذي تركته السياسة، مشيرا إلى أن مهمة الكنيسة تتمثل في خلق طريق يمر عبر الاستماع إلى كلمة الله والشهادة على السر الفصح للمسيح. هنأ رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاون المسيحيين في المملكة بمناسبة عيد الفصح المجيد وقال: بحلول هذا العيد نسأل الله أن يعيده على إخوتنا المسيحيين بالخير والبركة، وأن يحفظ وطننا العزيز شامخاً منيعاً، ويرفع الغمة والكرب عن أهلنا في غزة، وأن يحفظ فلسطين أرض السلام ومهد الديانات السماوية. كما هنأ رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز الطوائف المسيحية في المملكة بعيد الفصح المجيد. وفي تصريح أكد الفايز: أننا في الأردن ومن مختلف الأعراق والطوائف والأديان نعتز ونفتخر بحكمة قيادتنا الهاشمية وقدرتها في المحافظة على أمننا واستقرارنا رغم الظروف الصعبة التي تعيشها أمتنا العربية والأوضاع المحيطة بنا. وأعرب الفايز عن اعتزازه بالوحدة الوطنية والعيش المشترك بين مختلف مكونات نسيجنا الاجتماعي. ومن جهته هنأ رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي باسمه واسم أعضاء مجلس النواب مسيحي المملكة بمناسبة عيد الفصح المجيد وقال: نتقدم بهذه المناسبة بأطيب التهاني والتبريكات من إخوتنا المسيحيين، متمنيا لهم دوام المحبة والسلام في وطننا الذي ينعم بفضل الله ومن ثم قيادتنا الحكيمة بأبهى صور الوئام. وبهذه المناسبة المباركة تبادل المسيحيون في المملكة التهاني بحلول عيد الفصح المجيد، حيث أقيمت في الكنائس الأردنية العديد من الأمسيات الروحية الفصحية المميزة، كما أقيمت صلوات وطلبات وابتهالات روحية بالمناسبة السعيدة بحضور الآباء الكهنة وجموع المؤمنين. إلى التفاصيل. قم جميعا قائم يا
بعد رحلة الصوم الأربعيني المقدس وصولاً إلى أحد الفصح المجيد، عمت الأفراح قلوب المؤمنين من كافة الكنائس في الأردن وصدحت بالترانيم المسيح قام من بين الأموات. فعيد الفصح هو مناسبة بهجة يلتقي فيها الأصدقاء والعائلات بفرح غامر، حيث فيه تتعمق روح المحبة والأخوة بين عموم الناس. وفي يوم الفصح تقام في الكنائس الصلوات والقداديس وتتلى العظات التي يذكر فيها رؤساء الكنائس والآباء المبادئ والمعاني التي جاءت بها رسالة الرب يسوع المسيح لأجل خلاص البشر. وقد جالت عدسة نورسات بعدستها لرصد الاحتفالات الكنسية في الأسبوع المقدس من بعض الكنائس، حيث احتفلت رعية القديس يوحنا دي لاسال لفرير جبل الحسين بخميس الأسرار ورتبة غسل الأرجل، وترأس الاحتفال كاهن رعية الأب إبراهيم نفاع وعاونه الشماس يوسف فتال بحضور جمع حاشد من المؤمنين. وفي حديثه للمؤمنين قدم الأب نفاع دروسا في الخدمة والبذل والعطاء. وفي كنيسة القديس بولس الرسول اللاتين لجبيها احتفلت الرعية بخميس الأسرار ورتبة غسل الأرجل، وذلك بقداس إلهي ترأسه كاهن الرعية الأب سامي رمدانات بحضور عدد كبير من المؤمنين. وفي عظة القداس تحدث الأب رمدانات عن معنى الاحتفال بخميس الأسرار الذي هو عيد من أعياد الكنيسة المقدسة، حيث فيه يتذكر المؤمن خطاياه ليندم عليها ويبدأ حياة إيمانية جديدة يتوق فيها إلى محبة المسيح. وفي ختام القداس طلب كاهن الرعية من المحتفلين الصلاة لأجل شفاء المرضى والدعاء للرعية والكهنة. فليحب بعضنا بعضاً
كما أحببتكم أنا. كما أقامت كنائس الفحص الرسولية صلاة درب الصليب، ترأسها الأب جهاد شويحات القائم بأعمال النائب البطريركي للاتين في الأردن، بمشاركة كهنة الروم الأرثوذكس وكهنة الروم الملكيين الكاثوليك وكهنة اللاتين وجمع غفير من أهالي البلدة وأصدقائهم. هذا وقد بدأت صلاة مراحل درب الصليب من كنيسة دير اللاتين البلد وصولاً إلى كنيسة المقبرة مروراً بشوارع البلدة، حيث كانت كل المراحل مزدانة بالصلبان والورود التي ترمز للحدث الجلل. وانتهت المسيرة عند باب الكنيسة المقبرة، حيث وقف الآباء أمام أيقونة القيامة، واختتمت الصلاة بالبركة الختامية من قبل الأب جهاد شويحات. وأحيت رعيتا القديس ميخائيل للاتين وكنيسة القديس جورجيوس في الإسماكية بالكرك مسيرة وصلاة درب الصليب، وذلك بدورة تقليدية في شوارع البلدة، حيث بدأت مراحل درب الصليب ابتداء من ساحة كنيسة القديس ميخائيل وانتهاء بكنيسة القديس جورجيوس بمشاركة أبناء الرعيتين. وبمناسبة الاحتفالات بسبت النور المقدس، شهدت العديد من الكنائس في المملكة احتفالات بهيجة بهذه المناسبة المباركة، فقد أحيت الرعية الكلدانية في الأردن قداس سبت النور، وذلك في مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك بأم السماق بعمان، حيث ترأس القداس الاحتفالي الذي حضره عدد كبير من أبناء الرعية في المملكة قدس الآب زيد حبابة بمشاركة جوقة الكنيسة التي قدمت باقة من الترانيم بفرح وابتهاج. كما احتفلت كنيسة قلب مريم الطاهر في الفحيص بسبت النور المقدس المنبثق من كنيسة القيامة، وذلك بقداس إلهي حضره عدد من الآباء الكهنة وجمع حاشد من المؤمنين، وأثناء القداس تم رش المؤمنين بالماء المقدس. وفي صبيحة يوم عيد الفصح المجيد أقيمت في كاتدرائية دخول سيدي إلى الهيكل الصوفية خدمة قداس أحد الفصح العظيم، وقد ترأس الخدمة سيادة المطران كريستوفورس عطلة مطران الأردن للروم الأرثوذكس. عاونه في الخدمة عدد من الآباء الكهنة والشمامسة والرهبان بحضور جمع غفير من المحتفلين. وفي العظة دعا غبطته الله العلي القدير أن يجمع أبناء الرعاية على الفرح والسلام الحقيقي، حتى نستطيع أن نحب بعضنا بعضاً ونحب المسيح والعالم أجمع، وأن يديم نعمة الأمن والاستقرار على بلادنا المقدسة، وأن تتوقف الحرب في الضفة الغربية وغزة، ويعم السلام ربوع المنطقة. وفي كنيسة العذراء الناصرية للاتين الصوفية أقيم قداس أحد الفصح المجيد، حيث ترأس القداس الأب الدكتور جهاد شويحات القائم بأعمال النائب البطريركي للاتين في الأردن بمعاونة الأب حنا كلداني راعي الكنيسة وحضور جموع حاشدة من المؤمنين. وفي رسالته الفصحية وجه الأب شويحات إلى الاستعدادات الروحية لعيد الفصح من خلال المصالحة مع القريب، مشيراً إلى أهمية تطهير القلوب من كل حقد وضغينة ومن كل شر وخطيئة لكي ينال المؤمن نعمة عيد القيامة. وفي ختام عظته رفع الأب جهاد الدعاء إلى الله بأن يديم نعمة الأمن والاستقرار في وطننا الأردن. ظلام في الأوضاع الاقتصادية والسياسية، أنا لهذا الظلام، لهذه العتمة أن تنقشع. كيف المسيح البداية والنهاية بيده تقاليد الحياة والموت، وهو القادر أن يعطينا السلام. هو وحده قال: ليس كما يعطي العالم سلاما، إنما أنا أعطيكم السلام، سلامي لكم، محبتي لكم من السيد المسيح الظافر والقائم من بين الأموات. كما أقيمت في كافة كنائس المملكة الصلوات والطلبات والابتهالات الروحية بمناسبة عيد الفصح المجيد بحضور الآباء الكهنة وجموع المؤمنين من مختلف الرعاية. وبعد الانتهاء من طقوس العيد تبادل المؤمنون التهاني بهذه المناسبة السعيدة،
داعين الله العلي القدير أن يحفظ الأردن وطناً وشعباً وقيادة، وأن تبقى مدينة القدس مدينة للسلام وحضارة للمحبة، كما دعوا الله بأن تتوقف الحرب في الضفة الغربية وغزة، وأن يعم السلام ربوع المنطقة بأكملها. وأخيراً وليس آخراً، لا يسعنا بهذا العيد المبارك إلا أن ندعو لكم جميعاً بالصحة والسلامة، وكل عام وأنتم بألف خير. استقبلت الكنائس الأردنية التي تتبع التقويم الشرقي شعلة النور المقدس التي فاضت في سبت النور من قبر السيد المسيح في كنيسة القيامة بالقدس، حيث تم استلام الشعلة من جسر الملك حسين ونقلها إلى كنيسة الصعود الإلهي للروم الأرثوذكس في خلدة لتوزيعها على كنائس المملكة والعالم. تفاصيل أوفى حول هذا الحدث المبارك في التقرير التالي. شارك آلاف المسيحيين في الأرض المقدسة في مراسم سبت النور الذي جرى في مدينة القدس عشية عيد الفصح المجيد، حيث تجمعت حشود كبيرة من مختلف أبناء الرعاية داخل كنيسة القيامة حاملين الشموع بانتظار انبثاق النور من القبر المقدس. وبعد أن فاض النور جرى نقله إلى الأردن، حيث كان في استقباله عند جسر الملك حسين سيادة المطران خريستوفورس عطلة مطران الأردن للروم الأرثوذكس الذي تسلمه من الأرشمندريت برثلماوس مسؤول التشريفات في بطريركية الروم الأرثوذكس لنقله وتوزيعه على كنائس الأردن والعالم. وقد قام سيادته بنقل الشعلة إلى كنيسة الصعود الإلهي في خلدة، حيث جرى هناك استقبال شعبي حاشد للنور المقدس بحضور الآباء والكهنة ومندوبي الرعاية من لجان كشفية وسيدات وشبيبة. كما قام المطران خريستوفورس بتسليم النور المقدس إلى الرؤساء الروحيين للكنائس في مختلف محافظات المملكة، حيث قام الأرشمندريت أثناسيوس قاقيش بنقل الشعلة إلى كنيسة القديس جوارجيوس للروم الأرثوذكس في بلدة الحصن، ومنها إلى كنائس محافظات الشمال. كما تم نقل النور المقدس إلى كنائس محافظات الوسط والجنوب، وقد جرى للنور استقبال حار من قبل كافة رعايا المملكة. وكان قد وصل إلى عمان قادما من بيروت عبر مطار ماركا الأب نكتاريوس خير الله رئيس دير القديسة كاترينا والأرشمندريت جورج يعقوب رئيس دير البلموند من بطريركية أنطاكيا لاستلام النور الفائض من القبر المقدس من يد الإيكونوموس أليكسيوس قاقيش لتوزيع بركته على كنائس لبنان. ونقل الأب قاقيش محبة وأدعية المطران خريستوفورس لكنيسة أنطاكيا راجيا أن يكون نور هذا العام قيامة للبنان من محنته. كما وصل إلى حدود مركز جابر الأردني الأب إيليا تفنكجي من سوريا لاستلام النور الفائض من القبر المقدس من يد قدس الإيكونوموس ديمتيريوس السماوي لتوزيع بركته على كنائس سوريا. وقد نقل الأب ديمتيريوس محبة وأدعية المطران خريستوفورس لكنيسة أنطاكيا راجيا أن يكون نور هذا العام سلاما لسوريا وشعبها. وتعتبر معجزة فيض النور علامة لعيد القيامة المنبعث من القبر المقدس، فيها أعلن السيد المسيح قيامته من بين الأموات. وكالعادة سنويا يتم في صباح يوم سبت النور وقبل مراسم خروج النور المقدس من قبر يسوع المسيح فحص دقيق للقبر والتأكد من عدم وجود أي سبب بشري لهذه المعجزة. وختاما يبقى الأمل أن تحمل هذه الشعلة السلام والأمان في الأرض المقدسة وغزة وفي كل العالم، وأن تكون قيامة السيد المسيح نهضة لكل الأوطان وأملا بغد أفضل للجميع. وفي ظل الأوضاع الأمنية السائدة في الأراضي الفلسطينية، استقبلت محافظة بيت لحم شعلة النور المقدس، حيث جار استقبال الشعلة في كنيسة المهد بحضور الآباء الكهنة ومحافظ المدينة ورئيس البلدية وأعضاء وممثلي الفعاليات الدينية والرسمية والشعبية في المحافظة. المزيد في رسالة الأراضي المقدسة.
هذا هو اليوم الذي صنعه الرب، فلنفرح ولنتهلل به. أحيات الكنائس التي تسير على الحساب الشرقي يوم سبت النور، حيث اقتصر الاحتفال على الشعائر الدينية فقط، نظرا لالتزام الكنيسة بالقرارات بإلغاء الاحتفالات والمظاهر بسبب الأوضاع التي تسود البلاد. ففي مدينة بيت لحم استقبل النور المنبثق من القبر المقدس من كنيسة القيامة في القدس باستقبال رسمي على بلاط كنيسة المهد، اقتصر على الشعائر والصلاة فقط، حيث حملت شعلة النور المقدس من قبل المتروبوليت بنديكتوس الوكيل البطريركي للروم الأرثوذكسي في المدينة، وبحضور الكهنة ومحافظ المدينة ورئيس البلدية والأعضاء وممثلي المؤسسات الدينية والشخصيات وأهالي المدينة. وعند وصول شعلة النور داخل الكنيسة أضيئت الشموع والقناديل، كما أقيمت الصلاة صلاة سبت النور. وفي لقاء مع رئيس البلدية أنطون سلمان أكد أن الشعب يريد الحياة برغم الألم والأوجاع. بحلول عيد الفصح المجيد السلام والخير والبركة لجميع أبناء شعبنا ولجميع المحتفلين بالأعياد الفصحية المجيدة، متمنيا من الله عز وجل أن يعيد الفصح للعالم بشكل عام ولأبناء شعبنا الفلسطيني بشكل خاص بالسلام، وقد تحققت لأبناء شعبنا الحرية والاستقلال. أما فيما يتعلق في احتفالاتنا اليوم في بيت لحم، فنحن زي ما هو ظاهر أنه إحنا أبينا أن يكون للفصح مظاهر، وأصرينا على أن يكون الفصح بمعانيه الدينية والمعاني الإنسانية. الفصح هو عيد القيامة، عيد الخلاص، وعيد انتقال الإنسان من العبودية إلى الحرية، من عبودية الخطيئة إلى الحرية، حرية الإيمان والعقيدة. وبالتالي كان احتفال بيت لحم هو احتفال ديني قائم على الصلوات والدعاء إلى رب العالمين أن يتحقق السلام للأرض المقدسة، أن يتحقق السلام والحرية لأبناء شعبنا الفلسطيني، أن يتخلص شعبنا مع حلول الفصح المجيد في العام القادم من الاحتلال ومن وجوده على الأرض الفلسطينية. أنهى المتروبوليت بنديكتوس تهنئته للعالم بقيامة المسيح من بين الأموات. برغم التضييقات والحواجز والعراقيل داخل الأراضي المقدسة، إلا أن النور المقدس وصل لكل الكنائس والبيوت لأخذ بركة ونعمة المسيح الذي قام من بين الأموات. كلام تسلمين، أنا متران مسلمي، متران من بيت لحم، متران وين في محبة وين في مغارة، مغارة كيف ربنا لادرة بتجيب ربنا، ومنون بيكون محبة وبيكون سلام. إن شاء الله بيكون من كل عالم سلام. إمتى في سلام بيصير واحد بصالح، بيصير واحد مرتاح، كلام تسلمين من كل ناس. وصل النور المنبثق من القبر المقدس لجميع أنحاء العالم. طبعا من عيد على شعبنا الفلسطيني كاملة، الأعياد مقتصرة على الشعائر الدينية فقط. إحنا شعب واحد، إحنا منعاني نفس المعاناة، وإن شاء الله الحرب توقف في غزة ونرجع لحياتنا الطبيعية. كل سنة وانتم سالمين. اليوم هو سبت النور، اليوم هذا بكون يوم مقدس بالنسبة لنا كمسيحية، كمجتمع مسيحي. وطبعا ما رح يكون في آيات كيف لازم هون عنا، لأنه الأسباب والوضع عمالة بتصير في بلادنا والحروب عمالة بتصير في بلادنا. فبنطلب أكيد من سيدنا يسوع المسيح أنه يعم النور في حياتنا وبعائلاتنا وبمجتمعنا المسيحي. نطلب من سيدنا يسوع المسيح أنه يكون معنا بكل لحظة من حياتنا، وأكيد إن شاء الله السنة الجاي يعم السلام ويعم كل شيء خير علينا نحن كمجتمع واحد ونحن كأبناء مهد. وأنا بحكي باسم كأبناء المهد وبطلب من الجميع أنه يعم السلام، حتى يصلوا لحتى يعم السلام بقلوبنا وبحياتنا. وكل عام وانتم بخير والرب يبارك حياتكم جميعا. العيد هنا مع أنه قيامة المسيح نور وحياة لكل شخص، بس كتير حزن، كتير وجع قلب مع الظروف
الرب يسوع يعطينا، هو رئيس السلام ويعطينا السلام ويسكب محبته على كل بني البشر. ويا ربي نور المسيح بسبت النور يوصل لكل الناس والقيامة تكون بقلوبكم من جديد. ندعو إلى الله العلي القدير في هذه الأعياد المباركة أن تنتهي الحروب والنور المقدس ينير قلوب وعقول جميع الذين في الظلام. المسيح قام، حقا قام، ونحن شهود على ذلك. لنورسات مارلين الحدوى من كنيسة الروم الأرثوذكس بيت لحم. وفي محافظات شمال المملكة أحيت مختلف الرعايا المسيحية صلوات الثلاثية الفصحية التي بدأت بخميس الأسرار ورتبة غسل الأرجل والجمعة العظيمة وسبت النور للوصول إلى أحد القيامة، كما استقبلت بلدة الحصن بمحافظة إربد موكب النور المقدس المنبثق من كنيسة القيامة في القدس. المزيد في التقرير التالي. كاميرا نورسات بلشت مشوارها لتلقي صلوات الأسبوع المقدس، والبداية كانت من عجلون لنعيش أجواء وصلاة خميس الأسرار، وتحديداً بكنيسة القديس بولس الرسول للاتين. ترأس القداس الأبونا صقر حجازين كاهن الرعية، وأكيد بمساعدة خدام الهيكل. الخدمة الليتورجية كانت مقسمة لأربع أقسام. البداية كانت بصلوات الفرض الإلهي اللي رتلها الكورال برفقة الأبونا، وبعديها ليصدح صوت الأبونا حجازين بمراثي إرمية النبي، ومن بعدها بلش القداس ورتبة غسل الأرجل، وأكيد بحضور جمع كثير كبير من المشاركين. بوقت الكرزة أو العظة شرح الأبونا حجازين أهمية خميس الأسرار لتأسيس سر الكهنوت والإفخارستية، إضافة لأهم وأعظم وصية أعطانا إياها الرب يسوع وهي المحبة. أضاف كمان بأنه كل كاهن بيحمل رسالة تفاعلية مع الرعية إضافة لرسالته السماوية، ليختم العظة بتوجيه الجميع لضرورة الصلاة من أجل الكهنة ورسالتهم. أما رتبة غسل الأرجل فهي مفتاح التواضع والمحبة وخدمة الغير. وبنهاية الخدمة بركة القربان المقدس طافت بكل زاوية من الكنيسة بخشوع وتأمل من كل المشاركين بالصلاة، ليدخل القربان للمكان المخصص له وتكون فرصة قدام الجميع للسجود أمامه، وبهيك اتعرى الهيكل من كل إشي موجود عليه لتكون الكنيسة مفتوحة قدام الجميع لغاية الساعة 12 بالليل للسجود بكل خشوع وتأمل. ومن خميس الأسرار للجمعة العظيمة يوم الحزن اللي فيه مندفن خطايانا بقبر المخلص لنعلن توبتنا، والصلاة اليوم من كنيسة القديس جورجيوس للروم الأرثوذكس في إربد. ترأس الخدمة الرئيس الروحي للشمال الأرشمندريات أثناسيوس قاقيش بمساعدة كاهن الرعية الأبونا ديونيسيوس حداد، والشماس باييسيوس مدانات بحضور الأبونا عبد الله مرجي، وأكيد بمشاركة كبيرة من المؤمنين. الصلاة اشتملت على صلوات ومزامير وقراءات من العهد القديم اللي بتتنبأ عن آلام الرب والصلب والقيامة، إضافة للتراتيب الطقسية وتقاريض جناز المسيح. وبعديها تم التطواف أو الزياح بالإبيطافيون من قبل الكهنة، وهو عبارة عن قطعة قماش مرسوم عليها صورة المسيح، وأكيد المؤمنين حملوا النعش، ليقوم من بعدها الكهنة برفع الإبيطافيون ليمرق من تحت المؤمنين بكل خشوع ووقار، ليحمل كل واحد بقلبه التضرعات والصلوات طالبين التوبة والمغفرة. وبآخر الخدمة اختتم الأبونا قاقيش برسالة ليحكي عن المحبة والتضحية اللي أسسها السيد المسيح إله المجد ولنأخده كمثال حقيقي. ومن بعد رسالة المحبة منختم بتوزيع الأخوية الورد على المشاركين بالصلاة. ومنروح اليوم للحصن بسبت النور لنستقبل سوا النور المقدس من قبر المخلص. أجواء حلوة والكل كان مستعد ليأخذ النور المقدس ويدخل في بيته، الكل كان مبسوط ومجتمعين بفرح وحب.
بلدة الحصن استعدت بشكل حلو ومرتب لاستقبال النور، فكل إشي كان أروع ما يكون. فاستقبلت رعية القديس جورجيوس للروم الأرثوذكس بالحصن تتمثل براعيها الأبونا سمعان الخوري موكب النور المقدس. الرئيس الروحي لمحافظات الشمال الأرشمندريات أثناسيوس قاقيش حمل النور المقدس من عمان لإربد، ليكون بانتظار الأبونا سمعان الخوري كاهن رعية الروم والأبونا ثيودوروس سويس كاهن رعية شطنة، وأكيد كان في حضور من الرعية وأهالي بلدة الحصن. أحكي شوي عن الكشاف ومرشدات الروم، بصراحة أبدعوا بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، أبدعوا بالعزف بالترتيب، فعلاً كان إشي مميز. استقبلنا النور من قدام جمعية الشبات المسيحية ليمشي موكب خاص من الكشافة والكهنة، أكيد مع الحضور ليدخلوا كنيسة الروم، ومع دقة جراس الكنيسة وزغاريت السيدات بتبين قديش كان الكل مبسوط باستقبال نعمة النور المقدس. وبعد ما الكل تجمع بالكنيسة صلى الخوارنة صلاة معينة وصغيرة، ومن بعدها النور صار بين إيدين الصغير قبل الكبير. كنيسة الروم الأرثوذكس بكل سنة بتكون مركز النور المقدس لكل كنائس ورعايا الشمال، لهيك كان في حضور من رعايا مختلفة لتأخذ النور وتتبارك في كنائسها. اليوم منعيش بفرح خاص برعايتنا بالحصن، كونه احتفلنا بسبت النور واستقبلنا النور المقدس في رعايتنا وفي كنيستنا. هذا اليوم مميز في حياة أبناء الحصن، من عدة سنوات بنحتفل فيه. الاحتفال هاي السنة بحضور كثيف بترتيبات على مستوى عالي من مجموعة كشافة مرشدات كنيستنا. نطلب من ربنا أنه دائما ينير نفوسنا وينير عقولنا حتى هذا النور الذي يتجدد منبعثا من القبر الخلاصي في كل سنة يكون له فاعلية التقديس وفاعلية الاستنارة لكل إنسان بضيء هذا النور بحياته كشمعة أو كقنديل، حتى يكون هو نفسه مصدر لانعكاس هذا النور اللي هو يسوع المسيح الذي قال أنا هو نور العالم، من يتبعني لا يمشي في الظلام. واليوم وصلنا ليوم الفرح، يوم القيامة وموسم المواسم، أحد القيامة. عين النورسات اليوم موجودة بكنيسة سيدة البشارة للروم الكاثوليك بإربد لنختم فيها تقريرنا الشامل من صلوات العيد. احتفلت رعية سيدة البشارة بأحد الفصح وسط أجواء تراتيل القيامة والتهليل. ترأس الخدمة الأبونا غالب بواب كاهن الرعية، وساعده الشماس عماد حداد، وأكيد خدام الهيكل بحضور الرعية ليعيشوا أجواء الفرح الإلهي مع بعض. بعثة الأبونا بواب ركز على إنه سر وأساس المسيحية هو قيامة يسوع وانتصاره على الموت، وفرح القيامة بأنه نصفح عن الكره والمبغضين حتى نعيش الفرح الحقيقي. وبعد الصلاة الكل توجه لبيت الأبونا ليعايدوا على بعض، وأكيد فنجان القهوة السادة وحبة الشوكولاتة. صحيح، وقبل ما أنسى وأختم هذا التقرير، في معايدة خفيفة لطيفة من أهل الرعية لإلكم، وأولهم الأبونا غالب بواب. المسيح قام، حقا قام، كل عام وانتم بخير للجميع. بشكر ربنا أول شيء على هالنعمة اللي أعطانا إياها، ثانيا أول شيء حاب أعيد جلالة سيدنا الله يعطيه الصحة والعمر جلالة سيدنا الملك عبد الله الثاني، وبشكر الأجهزة الأمنية اللي ما يعني حبتنا كثيرا وأعطتنا من وقتها، وكانت هي العين الساهرة على الكنائس. بتمنى عيد مبارك للجميع، وكل عام والجميع بخير. المسيح قام، حقا قام. المسيح قام، كل عام بخير، نعاد على الجميع بالخير وعلى بلدنا. إن شاء الله دائما نضل بخير وفرح، وزي ما بنحكي عيد الأعياد موسم مواسم، إن شاء الله بضل هالموسم بكل البيوت، والفرح القيامة يضل بقلوب الجميع، وكل عام وانتم بألف خير. كل عام وانتم بخير للجميع، وان شاء الله كل عيد والعالم كليات سالمين ان شاء الله، والمسيح قام حقا قام.
بحب أعيد على كل الناس وأحكي لكم كل عام وانتم بخير. المسيح قام حقا قام، ينعاد عليكم بالصحة والسلامة يا رب. إن شاء الله عيد فصح مجيد على الجميع، على الأهل والأقارب والأصدقاء، وعلى بلدنا وعلى سيدنا وعلى جميع كنائسنا حول العالم، وإن شاء الله بحل الأمن والاستقرار ببلدنا وعلى أهلنا بغزة وعلى جميع المناطق المضطربة والمضطهدة بالعالم. المسيح قام حقا قام، نعايد على جميع إخواننا وحبايبنا وقرايبنا المسيحيين وكل الأردن حكومة وجلالته وشعبه، نعايد ونقول للجميع كل عام وانتم بخير، ونعايد على الجميع بالصحة والسعادة والأمان، وديم علينا النعمة يا رب في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله بن الحسين. هاد كان تقرير شامل عن صلوات العيد، يعني على قد ما أقدر حبيت أحطكم بأجواء الكنائس وكيف عاشت الأيام مع السيد المسيح. فمني أنا بحكي لكم نيفين حداد، كل عام وإنتوا بألف خير، وإن شاء الله يا رب فصح مجيد وأعياد مجيدة على الكل، وتنعاد عليكم بالصحة والسلامة. المسيح قام حقا قام. قررت هيئة المحاكم الكنسية اللاتينية في القدس والناصرة وعمان عقد المؤتمر القانوني الكنسي السنوي 11 في منطقة البحر الميت، وسيشاركوا في أعمال المؤتمر الذي سيعقد بعنوان الزواج وأحكامه وأصول المحاكمات الكنسية قضاة من محكمة الروت الرسولية والمحاكم الكاثوليكية في كل من الأردن وسوريا ولبنان والعراق ومصر وفلسطين والجليل. ويتوقع مشاركة 200 من المحامين المزاولين في المحاكم الكنسية الكاثوليكية في المنطقة، إضافة إلى عدد كبير من قضاة المحاكم الكنسية الكاثوليكية ومن الأساقفة الكاثوليك في البلاد العربية. قدم برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان بمرافقة روحية من الأبجور شرايحة، حلقة خاصة بعنوان روح القيامة، حيث تناولت الحلقة المعاني الروحية لحدث القيامة وتفسير كل الأحداث المسيحية على ضوء ذلك. وقد أطلع على البرنامج عبر الهاتف عدد من رؤساء الكنائس في المملكة، فإلى هناك. القيامة يعني جاوبت على كل الأسئلة اللي بتدور بنفس الإنسان، ليش أنا عايش؟ شو هالحياة؟ عايش منتظرين؟ شو رسالتنا؟ ليش الكنيسة؟ مين هو المسيح؟ يعني عاش ومات وصليب وألم وجمعة حزين، وكنا إحنا كلياتنا منسحقين. يعني هاي الأسئلة كلها القيامة فعلا أبونا اللي فاهم معنى شو معنى قيامة بتجاوب على كل الأسئلة اللي بتدور براسه. يعني هذه حلقتنا مظبوط. صحوة الإيمان صحيح. يعني يقول القديس بولس الرسول لو لم يقم يسوع المسيح من بين الأموات لكان إيماننا باطل. يعني إيماننا قائم على هالقيامة، يعني هي الحدث المركزي. بنشوف بكل الكنائس الفصح انطلاقة الأعياد وموسم المواسم أبو الأعياد، ومنه تنطلق وثم تعود بقية الأعياد. يعني بتلف الدورة الليترجية الكنسية استنادا واعتمادا على عيد الفصح. نعم. في هذا اليوم المبارك والمقدس اللي هو قيامة ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، بتوجه برسالة معايدة لكل أبنائنا في كل أرجاء المعمورة، اللي بطلب من إلهنا القائم من بين الأموات يعطي نوره الإلهي للكل. وبتمنى لهاي القناة اللي عمالها بتكون جزء من البشارة في العالم إنه يبارك كل القائمين عليها. ربنا يحميكم كل سنة وانتم سالمين، وربنا يبارك ويحمي الأسرة الواحدة البشرية في هاي الظروف الصعبة اللي منمر فيها. ربنا يبارككم وكل سنة وانتم سالمين. فصح مجيد، المسيح قام. نشكر ربنا انه اعطانا فرصة جديدة في حياتنا ان احنا نعيد عيد القيامة المجيد، عيد الاعياد، عيد الحياة، لانه هو مات على الصليب لكي ما يحيينا، وقام لكي ما يقمنا معه ايضا. نعم. فلا بد ان نكون فرحين ونفرح، مش بس يوم العيد وتاني يوم العيد وتالت يوم العيد. المفروض فرح القيامة يستمر معانا لحد لما إذا ربنا أنعم علينا بمرة أخرى في حياتنا ونحن في الجسد على الأرض. أفرح القيامة
كثيرة، وأصلا وصية الفرح وصية إنجيلية من الإنجيل، هنسأل عليها أمام الله. قال افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا. وفي آية في سفر التثنية بيقول ولا فلا تكونوا إلا فرحا، بهذه المناسبة العظيمة والمجيدة في حياتنا وحياة الكنيسة كلها. بيسعدني ان انا اقول قدس ابونا جورج شرايحة ولحضرتك دكتورة باسم السمعان وكل العاملين في نور سات الاردن، الاخوة الاحباء اللي دائما بيشاركونا كل الفعاليات الروحية في معظم كنائس الاردن. بقدم تهنئة قلبية بهذه المناسبة سعيدة. الحقيقة هيك حبيت أن أقول مش لازم عيوننا ما تضل موجهة صوب قبر يسوع المسيح، أكيد مننهل منه القيامة ومنشوف أنه حتى القبر صار هو مثل ما بيقولوا صخر مدون يعلن مجد قيامة الرب. فبدنا نوجه أنظارنا اليوم كمسيحيين معكم مع نورسات مع كل اللي عم بيكونوا معك ضيوفي خلال هالسنة، مش بس بدنا نعيدهم، بدنا نقول لهم شكرا لشهادتكم اللي عم بتكون عن جد من القبر أخذتوا نوية الحياة والقيامة ورحتوا عم بتبثوها عبر الإعلام، عبر الصحافة، عبر الألم، عبر الوجع اللي عندكم إياه واللي عم بتحاولوا إنه تبلسموا جراحات كتيرة. فأنا كمان دكتور مش بس بدي عيدكم، بدي أقول لك يا ريت عن جد نكون مثل ما بقولوا أبواكم صارخة. أنتوا عن جد شهادة حلوة بالشرق. أنا بدي أشكرك على أنه عطيتينا فرصة أنه كمان نطلع على العالم من خلال التلفزيون، من خلال نورسات، ومن خلال متابعتكم للريسيتاليت للليتورجيا اللي بسيتوها إن كانت أرثوذكسية ولا كاثوليكية ولا كل شيء، لأنه عم تجربوا تقدموا هالتوازن. دكتور أنا عن جد ممتن لبشارتكم ولإعلانكم الصارخ. صباحك نور الأب المنسيور جهاد الشويحات المدبر الأسقفي البطريركي لكنيسة اللاتين في الأردن. فبقول لأبونا صباحك نور والمسيح قام. المسيح قام حقا قام. صباح الخير دكتور. صباح النور. صباح النور أبونا. أبونا جورج. خلينا إياك سيدي. أعياد قيامة مزيدة. آمين. آمين يا رب. آمين. بتشكرك أبونا. تفضل. حبيت أعيد جميع المستمعين وحضراتكم بالتهنئة الفصحية اللي بنستخدمها إحنا المسيحيين في الشرق. المسيحيين اللي عاش السيد المسيح بينهم ومن أجلهم. ومنعيد بعضنا البعض بقولنا المسيح قام حقا قام. ومن الخطأ الشائع في أيامنا نسمع كلمة التهنئة لما بيحكوا هابي إيستر. نعم. هذا خطأ فادح إن نعايد بعضنا بعض بهاي العبارة. ليش؟ لازم نوضح الخطأ. نعم. قديما الشعوب الأنجلو ساكسونية كانوا يحتفلوا بالعيد بالإيستر وهو عيد وثني، وكانوا يرمزوا إليه بالأرانب، أرانب كثيرة الخصوبة. نعم. من هون لما نشوف بعض البيوت بيحطوا رموز عيد القيامة نشوف أرانب على شجرة. هذا معنى وثني للشعوب القديمة. الأصح في ديانتنا المسيحية إنه نعيد بكلمة المسيح قام حقا قام. ليش؟ لأن اليهود من موت وقيامة السيد المسيح أنكروا القيامة وحكوا للجنود اللي سهرانين على القبر، خبروا الناس انه احنا نيام جاء تلاميذه وصرفوه، ولا زالت الى ايامنا يقول الانجيل هذا الخبر شائع. نعم. احنا كمسيحيين اللي هالايام بنختتم في عيد القيامة نشعر بالفخر
انتصار بالانتصار، انتصار على الخطيئة، انتصار على الموت. المسيح يقدس الموت، يقدس قبورنا، يقدس أمواتنا، وبقيامته السيد المسيح يعطينا الأمل لأننا سوف نقوم معه لحياة جديدة. قام حقا قام. كل عام وأنتم جميعا بألف خير وصحة وعافية، وإن شاء الله بهالمناسبة اللي هي قيامة ربنا يسوع المسيح من بين الأموات، اللي أعطانا فيها الرجاء الكبير، إنه يعطينا الرجاء دائما في آلاف في حياتنا، لأنه إحنا في وقت عم بيمر علينا العيد الثاني مع الميلاد والقيامة، والوضع في شرفنا حزين ومتألم، لكن إحنا بالقيامة أعطانا بكلمات القديس بولس الرسول: فإني أحسب أن آلام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد. إنه أعطانا الأمل بالحياة الأفضل التي وعدنا بها. يسوع جاء للعالم ليكون لنا حياة، وليكن لنا الأفضل والأوفر. إن شاء الله مع قيامة الرب يسوع المسيح يخفف هذه الآلام، ويغير من قلوب القادة، ويغير من قلوب القساة القلوب وغلاظ الرقاب كما يقول الكتاب، حتى يتحننوا على بعضنا البعض ونعيش المحبة، وتنتهي ألام الزمان الحاضر من حروب ويلات من أزمات، ونعيش الاستقرار والوئام والمحبة بيننا وبين بعضنا البعض في جميع بلدان العالم، وخصوصا في شرقنا الحبيب. أنا اليوم لكل اللي احتفلنا بعيد القيامة، ولكل اللي احتفلنا قبل 5 أسابيع بعيد القيامة، بتمنى الخير والبركة، وكل عام وأنتم بخير، ولها الوطن الغالي الأردن كل المحبة والسلام والفرح والوئام في ظل راعينا وسيدنا وحبيبنا جلالة الملك عبد الله المعظم الثاني، وولي عهده وحكومته وجيشه وأمنه الساهرين علينا وعلى أمن هذا الوطن، اللي ما فتئوا إلا أن يسهروا ويبتسموا وهم يسهرون من أجلنا دون تعب دون كلل. إلى هنا مشاهدينا وصلنا إلى نهاية نشرتنا، وقبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. جلالة الملك يؤكد للبابا فرانسيس حرص الأردن على الحفاظ على الأماكن الدينية المسيحية ورعايتها. الكاردينال باتسابالا: ما يحدث في الأرض المقدسة هو مأساة غير مسبوقة. وسط أجواء إيمانية وخشوعية، مسيحيو المملكة يحتفلون بعيد الفصح المجيد. الأردن يستقبل النور المقدس لنقله إلى كنائس العالم. للمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني nursatjo.org. طابت أوقاتكم، وكل عام وأنتم بألف خير.